نبدأ معكم في هذه الفضاءات، هذا اللقاء الأسبوعي معكم حول جملة من القضايا الفكرية والنظرية. التأصيل هو الحاكم الأول على أطروحات هذا البرنامج وعلى الأفكار والإشكالات التي سيتناولها بإذن الله. حديث الفضاءات هذا أيضا ليس حديثا محايدا، ليس عملا أكاديميا باردا. في هذه الفضاءات نعلن انتماء واضحا واختيارا فكريا واضحا للمدرسة الوسطية في الفكر الإسلامي.